على طاولة النقاش التأم هذا الجمع أساتذة وتلاميذ جاءوا لتبادل الأفكار والتمثلات حول موضوع يعني الجميع، العلاقة بين الأجيال، ما بين الحق في الاختلاف وتداعيات الخلاف المفضي إلى الصراع. الجيل ديالنا حنايا ربما عانينا من بعض الأخطاء ديال الجيل السابق اللي كان كيبغي يورطك في المسؤولية فقط، خاصك تقرا وتخدم وتعاون كما قال التلميذة. ثم الجيل الجاي ما باغيش يخدم، ما باغيش يقرا، تخلى على جميع المسؤوليات، بغى شي حاجة يوصل لها دغيا بسرعة، فتوجه نحو خلق عالم جديد وهو العالم الافتراضي رفضا منه للعالم الواقعي. عدم تحمل المسؤولية، التهور واللامبالاة أولى النقاط التي تطرق لها الشباب في استعراضهم لأكثر مؤاخذات الكبار تكرارا ضدهم كلما فتح باب المقارنة بين جيل الأمس وجيلهم. الوالد ديالي كياخذ عليا انا ولا على المرات كيعمم علينا كاملين كيولاد الجيل اللي طالع، انا ما كنحاولوش نتحملوا واحد المسؤوليه. كنديروش مثلا واحد الجلسه كتخاطب فيها راسك وكتقول لا انا عندي واحد الالتزامات، لا انا خصني نفكر لدارنا، خصني نساعدهم. هادي هو في هذاك الوقت ديالو كيقول لي كان كيفكر الوالدي، انا خصو يرد داك الدين اللي داروه هما، كيشوف والديه يتمحنوا عليه، الناس كبار كبروا، هو الكبير في خوتو، يعني خصو يحاول ما امكن يخدم بالزربه، كيحاول يقرا ويخدم بالزربه ما ياخذش واحد الوقت كثير، ما كيبغيش يضيع الوقت باش يرد الدين. ولكن بان لي انا عندي همي الوحيد انني نتمتع بوقتي، يعني ملي كنجي من المدرسه خصني نخرج نلعب، خصني نمشي ندور مع الدراري. بزاف الناس من الجيل ديالي كياخذوا على هذا الجيل انه قليل المسؤوليه، قليل ما كيبغيش يتحمل المسؤوليه. هما كاين غالبا هذا الجيل اللي عنده هذه المؤاخذه هو جيل اللي ربما في الصغر ديالو كان عنده بزاف ديال الحوايج ناقصين، دي بريفاسيون. هو ملي اغلبيه ديال الناس ولاو كيشكلوا طبقه متوسطه في المجتمع وعندهم امكانيات، اذا فهم الوليدات ديالهم حاولوا انهم يعوضوا لهم داك النقص اللي كان عندهم هما، وربما حتى حاولوا داك اللي ما قدروش يوصلوا ليه هما كما قال الاستاذ قبيله، كيحاولوا كيبغيو يديروا لهم خصهم يوصلوا ليه. المظهر الخارجي حسب غالبية التلاميذ له نصيب كبير في إثارة الصدام بينهم وبين أولياء أمورهم الذين دائما ما يبدون عدم رضاهم على تصاميم الملابس وأشكال تسريحات الشعر المستحدثة. الأب ديالك ما كيبغيكش أنك دير تشويكة، تمشي حسنة على مود، تلبس شيسرة والجين قطعين، تريكوات، كيبغيك ديما أنك تكون سامبل، درب حسنة عادية، تلبس سروال عادي صباط نيشان، ما يبغيكش انك تلبس شي حوايج مختلفه. انت علاش كيعجبك تلبس هاد الحوايج؟ باش نكون انا بحالي بحال صحابي، ما نكونش منعزل عليهم، لان كيبقاو يشوفوك شوفه ناقصه، يقول لك جبك ضاغط عليك، حاكم فيك معقد. حتى انا الدريه بحالي بحال جميع الدريات، خاصني حتى انا نلبس بحالي بحال الدريات، سروال جين تي شورت باقا جديد، شي حاجه يعني خارجه في الموديل كيلبسوا كاع الدريات. صايب شعرك مش خليش ما مصايبش، يعني صايب شعرك الدم لاصيك، كلشي يشوفو كيبقى يضحك، يقول لي معقدة ما كتلبسش مزيان، كلشي غيبقى بعيد منك، ما يبغوش يتقربوا منك، تبغى شي صاحبتك توقف حتى بحال هكا بالدم لاصي لا ما كاينش. في الخوض في أسباب التباعد الحاصل بين الأجيال توصل النقاش، كل ساق العوامل التي يراها وجيهة بين من وصف الوضع بالطبيعي ومن ركز على تأثير الغزو الإعلامي والثقافي الذي حصل عن طريق الأنترنت ووسائل الاتصال الحديثة كالتلفاز والهواتف النقالة. أنا أعتقد بأن الجيل الحالي يعني استقال من الميدان ديال القراءه لفائده الصوره، وثقافه الصوره هي حاليا هي المسيطره في جميع مناحي الحياه ديال الشباب، وبما فيهم حتى حنا يا ربي حنا كنبصوا بينا شي شويه استهلكنا هذه الثقافه ديال الصوره، لا على مستوى الانترنت لا على مستوى الفيسبوك. بدل التعسكر في خندق المواجهة والصراع، أثمرت ساعتان من الزمن تفهما كبيرا من كل طرف لمواقف الآخر. عسى أن يتكرر هذا التمرين التواصلي في المؤسسات التعليمية الأخرى، ولما لا داخل بيوت تعودت أو تكاد على تصريف الخلافات عنفا.